منذ إعلان يحيى صفوي المستشار العسكري لخامنئي استهداف المعارضة في الخارج والداخل والتخطيط الإيراني لاغتيال المعارضين في دول العالم لم يتوقف. النرويج استدعت السفير الإيراني بعد الكشف عن مخطط لتصفية شخصية معارضة، وقبل يومين استدعت الدنمارك سفيرها لدى إيران للتشاور. كوبنهاجن اتهمت طهران بالتخطيط لاغتيال ناشط بحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. وفي أكتوبر الماضي اتهمت فرنسا إيران بالتخطيط لاستهداف معارضين بباريس. الاعتداء كان يستهدف تجمعا لمعارضين إيرانيين تابعين لمجاهدي خلق. وزير الخارجية الأمريكي دعا حلفاء واشنطن لمواجهة التهديدات الإيرانية. بومبيو قال: منذ 40 عاما تتعرض أوروبا لهجمات إرهابية ترعاها إيران. من جانبها طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بمواجهة تهديدات طهران. رئيس حلف الناتو: سنواجه إيران بتعاون وثيق مع المملكة المتحدة وبلدان أخرى.